موسيقى الراب العربي. اليوم معنا مجموعة من الشباب بيغنوا الراب العربي، بكتبوا الراب العربي وبطريقة بالفعل إنها بترفع الراس. بيرجعوا لأشعار قديمة مثل المتنبي، أبو تمام، بيقرأوا فلسفة، بيقرأوا كتب كثيرة للأفكار لحتى تطلع المادة اللي بيقدموها فيها محتوى جدي. رح يكون معنا اليوم عبد الله المومني، أهلا وسهلا فيك عبد الله. مؤنس برغل، أهلا وسهلا مؤنس. وعدي العمري، أهلا وسهلا فيكم. وأهلا وسهلا فيكم برؤية. وأنا كثير حابة أنه اليوم من خلالكم رح نتعرف على الراب العربي اللي نحن يمكن بتكون الأفكار اللي أنتوا حتى قلتوا لي عمالكم بتواجهوها، أنه الناس عم بينظروا لكم أنه الراب شيء تقليد، أنتوا ضد هيك. فخليني أبلش معك عدي، أسمع شو تاريخ الراب، يعني كيف لحتى وصلنا؟ هو بالأول كان في أفريقيا زمان يعني، وكان على الموسيقى الأفريقية القديمة اللي هي الريغي. الريغي أيوة. في قبلها كان الموسيقى اللي بين القبائل هاي. أوكي. وانتقلت شوي شوي. فلما صار في ترحيل السود على أمريكا صاروا يعني الموسيقى هاي كانت في الشوارع وهيك. فمرة هم كانوا عم بيعملوا حفلة وهيك، فإنه واحد أجا كان يلعب في الديسك. أو واحد من الدي جيز. أيوة. فأجا واحد راح حكى بويتري، راح حكى شعر. حلو. فانه شاف الناس تفاعلت معها يعني عجبهم الشغله، فصاروا يضيفوا درمز عشان انه هو الراب معناها الضربه او هاي، فصاروا يضيفوا درمز للموسيقى هاي، درمز قويه يعني، انه فبلشوا يحكوا الشعر هذا على على الدرمز اللي حطوها وشافوا الناس تفاعلت وهيك، فبلشوا يعني يعطوا كل واحد يالف شعر من عنده ويحكي. هلا مين اللي بلش فيها؟ مش حافظ اسمه بالضبط. لا يعني الجروب شو كانت السمة اللي بتجمعهم؟ هم كانوا بيعملوا حفلة هيك بتسلوا في الشارع وهيك. فبلشوا كيف بلشوا؟ كانوا مثلا واحد يحكي والثاني يرد عليه، يعني انه كانت ما كانوا يكتبوا فري ستايل على طول تطلع الشغلة. فانه بعدين بلشوا عشان الكبت اللي كانوا عايشين فيه العنصرية اللي كانوا مواجهوها وهيك، بلشوا يحكوا عن الشغلات هاي اللي بتضايقهم في المجتمع وهيك. فبعد هيك صارت الشغلة يعني تنتشر في أمريكا في آخر يعني السبعينات، صاروا يعبروا عن الكبت، عن أيوة الظلم اللي هم عايشين. الناس صارت صار لها إقبال على هاي الموسيقى، فبلشوا زي هيك. فبلشت الشركات الكوميرشال تدعم هذا الحكي، بس للأسف يعني الشركات كان همها الأول الفلوس، ما كان همها الوعي وهيك، فصارت تدعم يدخلوا البنات والشرب على الحكي هذا عشان تجيب ناس أكثر للمستمعين. فاغلب الناس اللي ما كانوا يعرفوا الهيب هوب القديم صاروا يفكروا انه الهيب هوب بس شغل بنات وهيك، عرفوه بالطريقه الغلط كوميرشال. وهيك بعدين يعني اول التسعينات بلش يوصل عند العرب، كان في المغرب العربي، بعدين في لبنان وفلسطين، بعدين في مصر والخليج، بعدين في الاردن والعراق وسوريا. طيب هلا بدي اجي لك مؤنس، شو الرساله اللي انتم بتوصلوها من خلال الميوزك تبعتكم؟ هلا انتم عباره عن فريقين، مؤنس وعبد الله ب اوت مايندش باند، وبعدين عدي من باور اوف ذا دارك زون. اوكي. هلا انتم تو باندز اتحدتوا مع بعض وكونتوا هذا الفريق الجديد، شو الفلسفه او الرساله اللي بدكم توصلوها من خلال الراب تبعكم؟ رساله اول شيء، بما ان نحن الهيب هوب عربي اكيد بدنا نناقش شيء من المجتمع العربي نفسه. بدنا نناقش المشكلات اللي بتوجهنا احنا كعرب، عندنا البطالة كتير، عندنا حالة فقر، أكيد أوضاعنا السياسية من ثورات إلى غيره. فأول شيء لما نحن نوجه أغنية أكيد حتكون فشة غل للمستمع، لأنه بعاني نفس المشاكل اللي إحنا بنعانيها كعرب. تاني إشي، نحن لما نعرض مشكلة في أغنية مثلا نعرض البطالة بنناقشها بكل جذورها، من الحلول، من الأسباب، من إيش عم بيصير فعلا. فلما المستمع بسمع الأغنية أكيد يعني حيتعرف على الوضع، يعني مش لما زي لما يسمع أغنية أجنبية هو بجوز ما يكونش فاهم عليها أصلا، هذا أهم إشي، وبفهم علينا إحنا صح، وأكيد فاهم المشكلة اللي بتوجهنا. فالحلول إلا ما يستفيد منها، مثلا سمعوا 120 خليهم يستمعوا ويستفيدوا، يعني هاي أهم إشي، إنه توصل رسالتنا للمستمعين.
اوكي. عبد الله، هلا لما بتيجوا عمالكم تكتبوا عندكم فلسفه، عندكم هدف توصلوه من خلال اغانيكم الراب، كيف ايش الاشياء اللي بتتبعها لما تيجي تكتب انت اغنيه الراب لحتى توصل عندك رساله بدك توصلها؟ ايش لازم تراعي لما تكتب للراب؟ اول شيء بدك تكون عارف شو الموضوع اللي بدك تغني عليه. ثاني شيء بدك تشكل الموضوع على شكل قصه، انه يعني شوي يعني تمشي فيها شوي شوي، يعني زي مقدمه عرض خاتمه، زي كانك تكتب قصه. بعدين بعدها بدك تعتمد على القافية. هلا انت لما تزبطها على لحن او كذا بدك تعتمد على انها تكون مرتبة على قافية معينة، يعني لو كانت اكثر من قافية مثلا كل 4 4 bars يكونوا على قافية هيك مرتبين. هلا الثالث شيء بدك تعتمد عليه انك كمان كيف طريقة تقديمك للشغلة هاي، انه يعني لازم تكون تقدمها بطريقة ماشية ويعني تمشي على البيت في تدفق معين، فلو معين. وكمان في شيء بدك تتبعه انك تحكي بلغة انه الناس يفهموا عليك، لانه اكيد يعني انت مش راح توجه الرساله لواحد، راح توجهها لمجتمع كامل. فبدك تحكي بلغه انه الكل يكون يفهم عليك، يعني كبير صغير اي حدا من هذا المجتمع يفهم عليك. هاي هي يعني اهم شيء لازم تتبعها. اوكي، هلا راح نسمع اغنيه من اغانيكم واللي هي اول وحده نقيتوها واللي هي مأساة الاخوه، مش هيك؟ خلينا نسمعها، اذا بتحبوا بتقدروا تغنوا مع معاها. بنسمعها لحتى ناخذ ستايل، يعني شو الستايل اللي عندكم ونكمل حوارنا. بناخذ مع بعض مأساة الاخوه، نسمعها. سنين صار عمري ما شاء الله الدنيا بخير، كل شي بيمشي زي ما بدنا، وين العالم الخطير اللي الكل بيحكي عنه بيحذر منه؟ الكل عايش عيشة حلوة، ما في مشاكل عم بتصير، ما في ظلم ما في فقر، ومجتمعنا ايد وحدة، عالم كله اخلاص مليان حب ومودة، الاخ بيحب اخوه وصحبة مع الحواليه. بس للأسف كبرت وشفت الدنيا على الحقيقة زي ما هي، شفت ايش بيخلى الناس تبكي تسكت ما تحكي، تكبت ما تشكي، اللي بيصدرها للعلن، شفت دنيا غير كلها مصاعب ومحن، ناس تضحك لك بوجهك ومن وراك بتحكي عنك، ضاعت من عنا الأمانة وما حد بيعملك عإنك صاحب أو أخو، بيتمو بده مصلحتك، بستنى أقرب فرصة حتى يطعنك في ظهرك. نسينا قوانين الدين ورحنا لقانون الغاب، والكل اشتغل فيه اشي بان، والشباب وتمادوا وتطبق على الكل حتى وصل للقراب، حتى صار اشي عادي ونشاف انه صواب، الطيب صار ينعاف وبدون اي اسباب، والنادر والحقير من الكل صار ينهاب. وسألت سؤال واحد هو ليش، هو ليش، وتعبت وانا نادي وما عم بسمع الجواب، شوفوا شو بصير، بدور على الإجابة وشو اللي بيطلع بالأخير، لما أصحى من أحلامي وأشوف الواقع بحكي يا ريتي لو ضليت طفل صغير. شوفوا شو بصير، بدور على الإجابة وشو اللي بيطلع بالأخير، لما أصحى من أحلامي وأشوف الواقع بحكي يا ريتي لو ضليت طفل صغير. وإلنا عين نسأل عن وضع العيش المتردي، معرفناش إنه السؤال لا بيجيب ولا بيودي، ما بنحب الخير لبعضنا ونستمتع بالأذية، ويولنا كله صال للجوانب المادية، صرنا زي الحيوانات كل واحد همه يشبع حاله، والباقي عساهم بحريقة، اتفننا بالغدر وبالطعن بالظهر، حتى لقينا أكثر من 1000 طريقة وطريقة، يعني اللي عم بصير كله من جنائدينا، وكل عدو إلنا في جميع أنحاء الأرض الله سلطه علينا. بعد ما كنا إحنا الأصل والكل حاسب الحساب، شو موقف الرسول لما يعرف شو سوينا، لما يعرف إنه أضعف الإيمان بطل يتبادر فينا، بعد ما راح اتفرجنا وإحنا على إيد الآخرين، كنا من أقوى الدول وأسف الهوية رمينا. شوفوا شو بصير، برافو، شكرا. بالفعل يعني كلمات مؤثرة جدا ومختارة بعناية. عدي قل لي قد ايه مهم القراءة لحتى تطلعوا بمدام عندكم رسالة وعندكم أهداف، قد ايه مهم القراءة؟ القراءة هي تقريبا بتسكد 75% من المستوى تبع الرابر أو اللي بغني، فكل ما واحد زاد قراءته بزيد وعيه، بزيد عنده المفردات اللي بده يغني فيها، بتصير مفرداته اعمق، تاثيره حتى طريقه الكتاب، ترتيب الكلمات والمفردات تبعته بتكون اقوى. شو بتقرا؟ زي شو اشياء بتلاقيها بتساعدك بهذا؟ اقرا قصص ممكن قديمه، ممكن مقالات على النت او الجريده، مقالات انه ادبيه، ممكن شعر. ممكن لمين شعر بتقرأ بتحس انه بيساعدك؟ شعر انا بحب اكثر شيء المتنبي وابو تمام، هم اكثر اثنين هذول يعني ليه؟ بتاثر فيهم. عندهم الصور الشعريه والترتيب تبعهم هيك مؤثر، يعني في الواحد
انه بعطيكي الصوره بشكل حلو يعني. انت ما مثلا تقرايها اول مره بتحكي عادي، بعدين بس شوي شوي بتطلع الصوره حلوه يعني، وانت بتستمتعي فيها وانت بتقراي، بتحسي مع الشعر اللي بتقرايه. عبد الله، هلا خلصتوا توجيهي انتم الثلاثه؟ الحمد لله. وشو بدك تدرس؟ شو خططك المستقبليه؟ ان شاء الله هي يعني هندسه مدنيه ان شاء الله. يعني شيء ما له علاقه بهذه الميزة؟ لا، هو بعيد عن بعيد عن الراب والهذا، احنا يعني احنا واخذينها كهوايه. هي لنا كهوايه يعني، احنا هدفنا مش انه نلم منها مصاري. يعني الهدف الرئيسي احنا تبعنا زي ما حكى لك انه نوصل رساله، فمش يعني مش سالين عن العائد اللي بده يرجع لنا او كانه راس مال او كذا، فانه عادي احنا بنكمل حياتنا زي اي بني ادم عادي. بس انه احنا بنضيف لها هاي شغله الراب كهوايه يعني، بنضل مستمرين فيها، وان شاء الله يعني شوي شوي الواحد عم بتطور. بتفكر رح تضلوا مع بعض لقدام؟ وين بتشوفوا حالكم مؤنس يعني من هون لخمس سنين؟ خمس سنين انا بالنسبه لي فرقه اوت مايندش باند يعني، وفور ذا دارزون، مش بس يعني كشغل وهوايه، بالنسبه لي يعني نحن اخوان يعني، نحن ربينا مع بعض يعني، اكيد حنضلنا مع بعض يعني. انا مش ممكن اتخيل يوم انه اطلع حفله مش مع عبود او مش مع عدي. وبتشوف حالك هلا كمان مخططاتك شو حابب تدرس؟ خلصتوا توجيهي انتوا الثلاثه؟ هلا خلصتوا توجيهي، معدلاتكم بالثمانينات ما شاء الله عليكم. الحمد لله. ان شاء الله هندسه مدنيه انا بدي ناوي اكمل. يعني زي ما حكينا كارير، انه اخذ الهيب هوب ككارير مش ممكن، لانه برضه بصير فيها تناقض بالنسبه لي كرابر بغني عن المجتمع. مش معقول يعني اقعد اغني انه مثلا عن بطاله وفقر اخذ مصاري على اللي بغنيه، بصير في تناقض بشخصيتي. يعني اهم شيء انا هسه كرابر انه المستمع يحسني انا زي زيه بالضبط، زي زيه يعني، لما بيشوفني بشارع بيجي بيسلم علي، بيعرف اني مار بنفس ظروفه. اهم شيء يعني عشان الرساله تكون حقيقيه، مش يعني بنفعش احكي كلام وانا فعلا مش عايش الوضع. عداي شو مفكر تدرس؟ انا ان شاء الله هندسه برمجيات او علم حاسوب حسب ما بطلع لي. حلو حلو. وكيف بدك تخلي نفس الشيء الراب يعني؟ الراب والهيب هوب انا راح اخليه على جنب غير دراستي يعني، ابعده عن دراستي، لانه زي ما حكى مؤنس مستحيل انا اغني عن شغله بتصير في المجتمع وانا بعيد عنها. أنا بصير هيك منافق، انه ببين للناس اني والله عايش معهم ومتاثر، وبعدين بكون انا. بس بجوز كمان اغانيك تصير من واقعك يعني، كمان شوي بجوز مثلا اغانيك اللي تكتبوهم لما مثلا تصيروا تدرسوا عن مثلا خبره طلاب الجامعه ممكن. لانه هي دائما اذا انت عم تقول بتحاكي الواقع، يمكن كمان شوي لما تشتغلوا تصير مثلا شو التحديات اللي بتواجه الواحد باي بيئه عمل او بصعوبه انه جات فرصه يعني عمل او كذا. يعني بتنمو معاكم اكيد شوي يعني، طالما الفلسفه واحده وانتم امنين بهاي الرساله، فبفكر انه ممكن تضلها ماشيه معاكم تواكب المراحل العمريه اللي اي شاب بيعيشها. فايش بتحب تحكي؟ لا دائما انا بسال انه الراب عم تقولوا الراب العربي وعندنا رساله وكذا، بس ليش دائما الرابرز او الهيب هوب لهم ستايل لبس معين؟ جاوب انت ولا اللبس؟ هو ستايل اللبس يعني هو مش ما كان مش شيء واحد يعني، هو كان ما بدي احكي انه تقليد، هو صراحه انا برتاح بالاوائل زي هيك. خلص انت هيك بتحس حالك عدي هيك. انا بدي احكي عن الناس الثانيين، ان هم هلا كانوا في امريكا، كان ايش كانوا يعني، كانوا صعب يلاقوا اواعي وهيك، فكانوا يلبسوا اي شغله. حلو، فصار هذا شعار للتمرد وانه ضد الاشياء اللي ما احنا ما بدنا اياها عشان نكون مميزين عن الغير. انه ما شاء الله مش اي واحد في الشارع ماشي، لا انا مميز عنكم. اوكي، بس انا صراحه انا بالنسبه لي انا برتاح باللبس، مش بس لما تغني بتلبسهم، هذا هو الستايل. حتى في البيت ومؤنس انا بحب اضيف يعني الهيب هوب زي اي شيء، مثلا كيف مذيع اخبار يعني لازم بدله يعني عشان يعيش الدور يعني. انا بنفعش اخذ ثقافه اخذ جزء منها، لازم اخذ الثقافه كلها، ويعني وهذا جزء منها. جزء من الثقافه انه الاوعي، وبرضه يعني بالعكس اريح كثير، اريح من السكين. انت هيك خلص تعودت ومرتاحين. اوكي، شكرا لكم. شكرا عبد الله، شكرا مؤنس، شكرا عداي، اهلا وسهلا فيكم وبتمنى لكم التوفيق. الله يخليك. وان شاء الله فقرتنا بتشوفوها على يوتيوب وحطوها على الفيسبوك بيج تبعتكم، وان شاء الله انه دائما بتلاقوا دعم، ونحن موجودين دائما لحتى ندعم هدول الشباب اللي ببنوا على اساس متين من الثقافه والفكر. شكرا لكم واهلا وسهلا فيكم. فقراتنا مستمره، دنيا يا دنيا على شاشة رؤيا. بعد هاي الفقرة منكون مع المطبخ وربام شرباش، خليكم معنا.